السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته هل تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اعزائي الكرام، ورد من خلاله سنتطرق الى يعني اخر اخبار مونديال قطر سنه 2022، وكذلك عندنا بعض الاخبار تتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري راح نشاركها معكم في هذا الفيديو. فاذا كنتم تشاهدون على المره الاولى لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. اذا اعزائي الكرام، بعد توديع المنتخب البرازيلي مونديال قطر سنه 2022 حاملا معه اعزائي الكرام احزان كثيره، هو المنتخب البرتغالي يودع اليوم ايضا بطوله مونديال قطر سنه 2022 بعد خسارته بهدف دون رد امام المنتخب المغربي، والذي صنع التاريخ اليوم اعزائي الكرام في مونديال قطر سنه 2022 كاول منتخب عربي وكذلك افريقي يصل الى نصف نهائي المونديال كاس العالم. المنتخب المغربي اليوم اعزائي الكرام صنع التاريخ وفاجأ الجميع، ولا واحد كان متوقع أن المنتخب المغربي سيصل إلى هذه النقطة، أو أيضا يعني ولا واحد كان متوقع أن منتخب عربي أو إفريقي سيصل إلى يعني هذه النقطة. على كل حال، المنتخب البرتغالي ودع هذه البطولة وسط انهيار لاعبي المنتخب البرتغالي، وخاصة من أبرزهم الدون كريستيانو رونالدو أسطورة المنتخب يعني البرتغالي وأسطورة نادي ريال مدريد السابقة. طبعا اعزائي الكرام، رياض محرز كانت عنده بعض الكلمات للمنتخب المغربي قبل المباراة، حيث صرح قائلا: بالطبع من الجيد جدا ان نرى هذا الفريق المنتخب المغربي ينجح في اكبر المراحل مثل كأس العالم، هو اول فريق عربي يفعل ذلك، انهم يحاولون ايضا ان يصبحوا اول فريق افريقي يصل الى نصف نهائي كأس العالم، وانا فخور وسعيد بما يعني حققوه، جميع اللاعبين سيأتون بلياقة عالية لتحقيق اهدافهم في الموسم الحالي. يتكلم عن نادي مانشستر سيتي، وصرح قائلا مواصلا كلامه: سجلت 5 أهداف منذ بداية الموسم ولم ألعب جيدا، لأكون صريحا إنها حصيلة قليلة، وأعتقد أن الجزء الثاني من الموسم سيكون جيد بالنسبة لي وسيكون الكثير من الأهداف. كذلك بعد المباراة مباشرة هنأ أيضا المنتخب المغربي بتغريدة في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، كما تشاهدون أعزائي الكرام هذه هي تغريدة رياض محرز في منصة التويتر، يعني معبرا عن يعني الفوز الخاص بالمنتخب المغربي. بالنسبة لكريستيانو رونالدو اعزائي الكرام، كما تشاهدون خرج منهار هو وبقية لاعبي المنتخب البرتغالي زملاء كريستيانو رونالدو منهارين بالبكاء بعد هذه الخسارة المؤلمة. وطبعا اعزائي الكرام، بالرغم من اننا وصلنا حاليا الى الربع النهائي وما بقيش بزاف وراح يلعبوا النصف النهائي، الا انه كان هنالك العديد من الشكايات حول التحكيم الخاص بمونديال قطر سنة 2022. على سبيل المثال، في المباراة اللي جمعت بين المنتخب المغربي وكذلك المنتخب البرتغالي، يعني بيبي هذا اللاعب المنتخب البرتغالي اعزائي الكرام صرح قائلا: من غير المقبول ان يكون حكم ارجنتيني مسؤولا لمباراة اليوم بعدما ما حدث بالامس مع شكوى ميسي، وبعد ما رايته اليوم يمكنهم اعطاء اللقب للارجنتين الان. فبيبي اعزائي الكرام يقول بان التحكيم يعني راه لصالح المنتخب الارجنتيني لكي يفوز بالمونديال، وقال بانه هذا الشيء كان مخطط له وقد نجحوا في مخططهم. فما هو رايكم انتم في صندوق التعليقات اعزائي الكرام؟ هل توافقون بيبي على تصريحاته ام العكس؟ كذلك يعني البرغوث ليونيل ميسي في المباراه السابقه الخاصه به اعزائي الكرام صرح قائلا: على الفيفا ان يراجع نفسه في اسناد قياده المباريات لهذا الحكم، لقد اثر على مجريات مباراتنا ضد هولندا وكان بالفعل لدينا تخوف منه قبل اللقاء، وراح ينتقد التحكيم وخاصة هذا الحكم اعزائي الكرام اللي الفيفا اخترته لهذه المباراة اللي جمعت بين منتخب الأرجنتين وكذلك منتخب هولندا لليلة أمس. ليونيل ميسي اعزائي الكرام مالغري أنه كان فائز وتأهل إلى نصف النهائي، إلا أنه كان ينتقد التحكيم بشكل كبير جدا. وطبعا شفت العديد من التعليقات كانوا يساندوا ليونيل ميسي في تصريحاته وقالوا: نعم الحكم كان فاسد، والحكم يعني اعطى العديد من البطاقات والكروت كما تشاهدون اعزائي الكرام، وكان كل مره يصفر. وايضا قالوا: كيفاش يعني يديروا حكم اوروبي في هذه المباراه اللي جمعت بين الارجنتين وكذلك هولندا؟ يعني كيفاش؟ فهنا الفيفا اعزائي الكرام واش كان هذا العمل تاعهم بالصدفه ام مقصود اعزائي الكرام؟ كتبوا لنا في صندوق التعليقات. ولكن الشيء اللي بغيت نبارطاجيه معاكم هو انه التحكيم دائما يبقى نقطة سوداء للمنتخبات، هو ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني تأهل إلى الدور القادم إلا أنه كانوا ينتقدوا التحكيم، أما بالنسبة لي بالماضي ولاعبي المنتخب الوطني الجزائري سابقا كي كانت عندنا سلسلة من اللاهزائم كي كانوا ينتقدوا التحكيم، يعني بزاف ناس قالوا: لا ما لازمش تنتقدوا التحكيم، يعني ورونا شطارتكم فوق أرضية الميدان. ليونيل ميسي أعزائي الكرام وما أدراك ما ليونيل ميسي اللي راه مرشح به يفوز بالمونديال، ها هو ينتقد التحكيم وقال بلي أنه هذه كولسة. فما هو رايكم انتوما في صندوق التعليقات؟
بالنسبة لأخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري، أكدت لنا العديد من التقارير مؤخرا أنه يعني لاعب بروسيا موشنغلادباخ رامي بن سبعيني في صدد الانتقال إلى نادي جديد، وذلك على ذمة قناة سكاي سبورت الألمانية، حيث أكدت لنا قائلة أن بروسيا دورتموند حسم رسميا صفقة رامي بن سبعيني وسيصبح لاعبا للفريق بداية من الصيف القادم في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقد هذا اللاعب مع نادي بروسيا موشنغلادباخ. طبعا بروسيا دورتموند هي مدرسة كبيرة وطبعا مدرسة تسويقية كبيرة للاعبين، اللاعب هذا إذا راح ينتقل إلى هذا الفريق راح يكون عنده حظ أوفر به يلعب تشامبيونز ليج هذا الكلام أولا، ثانيا إذا راح يقدم مستوى كبير راح تطالب عليه أفضل الأندية من الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني، وأنا نفضل أنه الدوري الإنجليزي يروح له هذا اللاعب من القدام. وطبعا الذكرام هذا اللاعب كنت نتكلموا عليه مؤخرا راه يتهاون بشكل كبير جدا، راه يتصرف في بعض التصرفات يعني تقتل ريتم المنتخب الوطني الجزائري، مثل ما شاهدنا في مباراة الجمعة بين الجزائر والسويد الذكرام إذا تتذكرون. فهذا اللاعب بعد انتقاله إلى نادي بروسيا دورتموند وكذلك حضور بعض اللاعبين الجدد في منصبه من أبرزهم ريان أيتنوري وكلوب الماضي يعمل منافسة في هذا المنصب اللي يلعب فيه رامي بن سبعيني، رامي بن سبعيني الذكرام سيكون أقوى الذكرام وبأخطاء قليلة مقارنة بما كان عليه هذا اللاعب سابقا. فدوما اكتبوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات، ما رأيكم في هذه الصفقة انتقال رامي بن سبعيني من نادي بروسيا موشنغلاد إلى نادي بروسيا دورتموند. بالنسبة للخبر الموالي الذاكرام ننتقل إليه في عجالة، يتعلق بالاتحاد الجزائري لكرة القدم وكذلك الكوتش جمال بلماضي. طبعا الذاكرام علاش باغي نبارطاجي معكم هذا الخبر؟ لأنه مؤخرا انتشرت العديد من الأخبار، البعض يقول بلي أنه الفاف لحد الآن مازال ما سنياتش مع بلماضي العقد نتاعو الجديد، فلهذا الفاف طلبت تغيير ويعني اهداف جديده مع بالماضي، وبالماضي تاخر او بالماضي يعني لم يعجب بتفاصيل العقد الجديد. المهم كثير من الاخبار تداولت مؤخرا ولا اساس لها من الصحه، والخبر الرسمي والحقيقه اعزائي الكرام اكده لنا الاتحاد الجزائري لكره القدم اليوم يعني من الناطق الرسمي لدى هيئه الاتحاد الا وهو صالح بيعبود، تكلم في قناه او يعني موقع الجريده موقع الجزيره، حيث صرح قائلا مجيبا على هذا السؤال: ما حقيقة الأخبار المتداولة عن تجديد المدرب جمال بالماضي عقده مع الاتحاد الجزائري إلى 2026 وتخفيض راتبه؟ طبعا صرح قائلا هذا المكلف لدى إعلام الجزائري لكرة القدم قائلا: تجديد عقد المدرب جمال بالماضي مع المنتخب الوطني الجزائري هو أمر عادي ومرتبط بأمور إدارية، يعني بالماضي راح يسنيه في آخر المطاف. وصراحة قائلا: لست مطلعا يعني بصراحة على هذه التفاصيل، لكن ما أعرفه أن بالماضي بعد فترة الإقصاء المر من المونديال وكل ما حدث حول هذا الموضوع أدلى بتصريح رسمي بالماضي على موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم وأكد مواصلة مغامرته مع المنتخب الوطني الجزائري. وبضعة أشهر بعد ذلك وعقب انتخابه لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم صرح جهيد زفيزف أن مدرب المنتخب سيواصل مهامه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري إلى غاية 2026، وأعتقد أن الأمور في حينها أصبحت واضحة. يعني خلاصة القول صالح بيعبود يؤكد لنا باللي أنه لا أساس للأخبار اللي كانت متداولة مؤخرا عن أنه هنالك خلاف بين بالماضي والاتحاد الجزائري لكرة القدم، وراح يؤكد لنا باللي أنه بالماضي يعني سيبون جدد العقد تاعو مع المنتخب الوطني الجزائري، او انه في نهايه المطاف راح يبقى هذا المدرب مع المنتخب الوطني الجزائري الى غايه سنه 2026. على كل حال صالح بيعبود صرح بتصريحات كثيره، ولكن انا جبت لكم فقط هذا الاختصار كاجابه للاسئله اللي وصلتنا مؤخرا باه نوضحوا الراي العام. ولكن مؤخرا اعزائي الكرام الجمهور الجزائري اصبح لا يطيق كلمه الكوتش جمال الماضي مع المنتخب الوطني الجزائري، بينما فئه كبيره من الناس يعني ما زالت تريد بالماضي يعني مدربا للمنتخب الوطني الجزائري. فانتم بغيت تعليقاتكم حول هذا الموضوع في صندوق التعليقات، اكتبوا لنا اعزائي الكرام ما رايكم يعني في هذا الخبر، هل تريدون بالماضي انه يبقى مع المنتخب الوطني الجزائري ام انه يرحل؟ واذا قلت يرحل شكون هو البديل الافضل في مكان الكوتش جمال الماضي؟ هذا سؤال فقط اعزائي الكرام، اكتبوا لنا رايكم عليه في صندوق التعليقات. وطبعا اعزائي الكرام كجديد للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة لنادي نيس الفرنسي الودية قبل العودة إلى نشاط الخمس الدوريات الكبرى، وطبعا في هذه المباراة جمعت بين نادي نيس وستاندرد اعزائي الكرام والتي انتهت برباعية مقابل هدف الوحيد، شارك فيها نجم فرانكو جزائري صاعد اعزائي الكرام الا وهو بدر الدين بوعناني، والذي هو متعدد المناصب، قادر يلعب خط وسط هجومي او صانع العاب، كذلك اعزائي الكرام قادر يلعب في الجناح الايمن مع فريقه نادي نيس الفرنسي.
وطبعا هذا اللاعب نال اعجاب لاعب المنتخب الوطني الجزائري اندي ديلور كثيرا، حيث صرح قائلا: اندي ديلور، لقد وجدت راحتي في اللعب مع هذا اللاعب الا وهو بوعناني، وانه فتى صغير ومميز رغم صغر سنه، الا ان بدر الدين بوعناني يمتلك عقليه محترفه واندمج سريعا مع الفريق الاول، وانا متاكد من انه سيذهب بعيدا في مشواره الكروي. وطبعا ازاي كرام، هذا اللاعب هو راح يكون مستقبل المنتخب الوطني الجزائري، ولكن المشكل حاليا ونراه هو انه اللاعب والوالد نتاعو قالوا باللي ما استدعاوهش من طرف الاتحاد الجزائري لكره القدم، ولكن اللاعب حاب يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري في نهايه المطاف. هو والوالد نتاعو اكدوا سابقا باللي انه النهايه نتاع هذا اللاعب راح تكون مع المنتخب الوطني الجزائري، ولكن انا اعتقد باللي انه على الاتحاد الجزائري لكره القدم انه يسرع من اجل حسم ملف هذا اللاعب، ما دام انه راه يقدم مستوى كبير ويلعب مع نادي نيس الفرنسي، جيبوا ليكيب ناسيونال وسييه، او على الاقل حيدوا من الطريق، خليه كخزان المنتخب الوطني الجزائري. حاليا لم يشارك لا مع الاوفا ولا مع المنتخب الوطني الجزائري الاول، فماذا ننتظر؟ ما راناش عارفين ازاي كرام. ها هو اللاعب اندي ديلور، هذه شهاده منه، قال لك باللي اللاعب يلعب بطريقه محترفه رغم صغر سنه، وحنا ماذا بينا يكونوا عندنا لاعبين شباب في المنتخب الوطني الجزائري يكونوا خزان المنتخب يعني على مر السنين القادمه ان شاء الله. وهذه رساله واضحه من هذا اللاعب اندي ديلور للكوتش جمال الماضي على انه هذا اللاعب يعني وجب عليه الاستدعاء يعني في قدم مواعيد للمنتخب الوطني الجزائري، فهيكون يعني لاعب شاب جديد للمنتخب الجزائري. بالنسبة للخبر المولى الذاكرة، بزاف يعني مرات نتكلموا عن سبب إخفاق المنتخب الوطني الجزائري مؤخرا والمشكلة التي واجه المنتخب الوطني الجزائري في تشكيلة الخضراء الذاكرة. نتكلم المنتخب الوطني الجزائري الذاكرة باه يعود إلى الواجهة بأسرع وقت ممكن، هو أنه نجيب لاعبين جدد. وجب على بالماضي إحضار لاعبين جدد، واللاعبين كاينين الذاكرة، ما نكذبوش على بعضنا، كاينين بزاف لاعبين ولعبوا في الخمس دوريات الكبرى مع البريمير ديفيزيون الذاكرة. وهذا اللاعبين اذا جاوا المنتخب الوطني الجزائري واش راح يصرى؟ راح يولي هنالك منافسه على كل المناصب. كنت تخلق منافسه مع لاعبي المنتخب الوطني الجزائري في جميع المناصب، اللاعبين هذو اعزائي الكرام اللي كانوا اساسيين سابقا ويفقدوا المكان الاساسي نتاعهم حاليا، يعني راح يوليو يحاربوا ويوليو متعطشين من اجل اللعب ولو يعني نصف شوط. فلهذا هذا الروح وهذا التعطش مؤخرا يعني ما بقاش كاين في المنتخب الوطني الجزائري، لانه كاين بعض اللاعبين ولاو كلاعبين اساسيين وكل مره بالماضي يستدعيهم دايرين اوتوماتيكمون في رصانهم باللي انه راح يلعبوا كلاعبين اساسيين، اصبحوا من كوادر المنتخب الوطني الجزائري. ولكن هذه العقليه عزيزي الكرام ما راحش نروحوا بها بعيد، لانه اذا راح يكون هنالك منافسه في جميع المناصب، اللاعبين ولاو متعطشين عزيزي الكرام باه يقدموا يعني كل ما لديهم فوق ارضيه الميدان وما يبخلوش عليك بالمستوى اذا يفقدوا المكان نتاعهم الاساسيه بسبب لاعبين يعني قدموا مستوى افضل منهم. لازم هذا التعطش وهذا الروح يرجع في اسرع وقت ممكن باه نقدروا اعزائي الكرام نحلوا مشكله المنتخب الوطني الجزائري، ونقولوا باللي انه راح يعني ننافسوا بعض المنتخبات الاخرى في الاستحقاقات القادمه الرسميه. اذا اعزائي الكرام كان هذا فيديو اليوم، خبرونا لكم في صندوق التعليقات ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.